يحتضن متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر من 7 يوليوز إلى 9 أكتوبر معرض دولاكرو ذكريات رحلة إلى المغرب، والذي سيكون الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي. هذا المعرض ينظم من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف والمتحف الوطني دولاكرو، المؤسسة العمومية التابعة لمتحف اللوفر. وأفادت المؤسسة بأنه انسجاما مع إرادة الملك محمد السادس بالحفاظ دوما على أواصر متينة بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأم، فقد قررت منحهم تخفيضا بنسبة 50% للولوج إلى معرض دولاكرو ذكريات رحلة إلى المغرب، مبرزة أن هذا التخفيض يسري أيضا طيلة فترة الصيف على المتاحف التي تديرها المؤسسة الوطنية للمتاحف.